ننتقل إلى خبر مهم جدا، وهو عن رضوى الشربيني. انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي عن الإعلامية المثيرة للجدل رضوى الشربيني، حيث أعلنت عن استقالتها من قناة سي بي سي المصرية، وتوجهت بالشكر لكل العاملين والقائمين عليها، وشكر جمهورها على دعمهم ومساندتهم لها، وختمت بجملة: إلى لقاء قريب بإذن الله. طبعا صارت تساؤلات عديدة عن رضوى الشربيني، هل اعتزلت وهل تركت؟ واحنا بحلقة سابقة حكينا بخصوص هذا الموضوع، انه هي تركت المجال لأسباب أخرى ولأجل رجل وكل هذه التفاصيل، بس من الجملة الأخيرة إلى لقاء قريب، أعتقد بأنه عندها محطة جديدة وانتقالة جديدة أكيد. إن شاء الله الله يوفقها. ليش؟ لأن من الأشخاص اللي كلش أحب برنامجها وأحب طريقة الطرح مالتها، الأفكار، الرسائل اللي وصلتها. ممكن في بعض الأحيان بعض الرجال شافوها مستفزة لهم، بس هي علمت المرأة شلون تكون معتدة بنفسها، شلون تحافظ على كرامتها، وهذه بصراحة تنحسب إلها. لو بعد كم سنة من يجي اسم رضوى الشربيني نتذكر المبادئ اللي ظهرت بيها، وإن شاء الله يا ربي في يوم من الأيام نشوفها ببرنامج مختلف توصل رسالة أخرى مختلفة. نتمنى لها كل التوفيق. أكيد أنا أشوف من جملة لقاء قريب يعني معناته أكو ستيب خطوة، أكو خطوة ثانية وأكو خطوة أخرى. يعني ما قالت مثلا اتمنى لكم الخير وخلاص، ويعني انه ها هي وبعد انا راح اعتزل. ما ذكرت انه هي بعد ما تظهر، ما ذكرت بشيء صريح انه هي بعد ما راح تكون موجوده بالشاشه او ما راح تكون متواصله ويا جمهورها. فممكن يكون هذا الشيء انه عندها ظرف معين ممكن خلال هاي الفتره، واكيد كل الاحوال احنا نتمنى لها كل التوفيق وين ما تكون وشنو ما تختار، هذا قرارها الشخصي. طبعا 100%. ومهما اختلفت الاراء انا اشوف حول رضوى الشربيني يعني هي مؤثره، يعني نرضى او ما نرضى هي طبعاً اثرت بجزء كبير من النساء ومن الرجال، وغيرت ونهت ممكن اشياء هي كانت خطاها غير صحيح وعلاقات كل هذه التفاصيل. فهي مؤثره جدا، والخطوه الجايه مهمه اكثر يعني لجمهورها اكثر ما تكون مهمه بالنسبه لها. يعني ظهورها من جديد لازم يكون مدروس 100%، لانه الناس تعودت على طريقه معينه من عندها وعلى ظهور معين من عندها، فالمسؤوليه اكبر. بالضبط، وكلش اتفق بهذا الموضوع زينه. هي هذه مشكله بحد ذاتها، لما شخص ينجح بمجال معين ويقدم في برنامج معين وسنين طويله، من يجي وراها يريد يختار خطوه اخرى، الموضوع راح يكون صعب بالنسبه له. شو راح يختار؟ شو راح يظهر؟ لازم يكون بشيء افضل من اللي قدمه، فلازم فعلا تكون اكو خطوات مدروسه بهذا الموضوع. انت لما هي قدمت برنامج يدعم المراه هي وبس، ظلت سنين تحكي عن المرأة وشلون ممكن تتصرف، شلون تتعامل مع الرجل. وعلى فكرة أنا ما كنت أشوفها في اليوم أنه هي تنتقص من الرجل أو من رجولته، بالعكس تقول يعني أنه لازم المرأة تعرف قيمتها وتعامل الرجل بقيمة حقيقية. حتى من سألوها إذا في اليوم حبيتي بأن ترتبطين شلون راح تكون مواصفات الشريك، حكت بكل رقي عن الموضوع. يعني مو مثل مرات ياخذون رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأمور ويروجوا لها بطريقة كأنما هي إذا تنتقص من الرجل، لا بالعكس. حتى كانت دائما تدعم تقول اني زوجي ابو بناتي كان دائما هو شخص جيد، ما تحاول بانه تنتقص منه او بسبب يعني وجود انه اطفال عندها من عنده. فاني احترم بهذه الخصله بصراحه. هو برنامج نسائي، انا استغرب من يعني بعض الشخصيات اللي تهاجم المراه، اللي تدافع عن المراه وتحكي عن المراه، او تاخذ قصص نسائيه وتتحاور بها وتوقف بوجه يعني ايا كان هي. وهذا نوع البرنامج، وهذا هو هيك. فيعني شنو ممكن تسوي الان؟ صحيح. يعني هو هذا البرنامج وهاي لغتها وهذا اسلوبها، لانه هو برنامج نهايته هو برنامج نسائي. هو مو اني اتابع برنامج نسائي يدعم المراه وانتظر من عنده انه يدعم الرجل، هو هذا المنطق. وابيك مشاهدينا